إذا أعجبك الفيديو يرجى عمل لايك وشير وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم، معكم أحمد علي وحلقة جديدة وعالم أسرة التقنية. في موضوع ألفا كلين كنت اتكلمت، قلت إن الحفلة في احتمالين، يا إما الحفلة باي باي تبقى هنا دي مواعيد النصب، يا إما الحفلة هيكملوها، وطالما دفعوا وعملوا حفلة وكلفوا نفسهم فلا بد إنه يكون في تعويض، وده اللي حصل فعلا. مبدئيا بس عشان وقتكم انا مش هحاول، يعني هحاول ان انا الم الموضوع، مش هتكلم كتير، ولكن ركز في الكلمه اللي اقولها لك دي، هوب بول، ه واو جيم ب واو لام، خليها بالعربي مش ضروري الانجليزي. عايز من حضرتك تكتب نصب هوب بول على اليوتيوب وتشوف بالظبط ايه اللي حصل، وتكتب في برضو جوجل منصه هوب بول، نصب منصة هوكبول. منصة هوكبول كانت ماكينات برضو، كانت تعدين ونفس الفيلم بالملي بتاع الالفا كلين، مع الفرق البسيط ان الالفا كلين بتقول طاقة شمسية وهوكبول كانت بتقول تعدين عملات. طيب احنا عايزين نركز في ايه؟ انا بقولك ليه اقرأ هوكبول او اعرف الاول هوكبول، لانك انت ماشي على نفس السيناريو بتاع هوكبول بالملي. وهو هوكبول لما ظهرت ابتدت تشتغل فترة طويلة، وانا حذرت منها وقلت يا جدعان خلوا بالكم المنصة هتنصب. بعد الفيديو بتاعي قعدت المنصه بتاع حوالي شهر ونص ما نصبتش، يعني انا قلت خلي بالكم المنصه دي هتنصب، فضلت مكمله لمده شهر ونص. ولكن اللي حصل انهم عملوا حفله وبعد كده عملوا نفس الحاجه، نزلوا ماكينات بيع فلوس ضخمه، يعني ماكينه الاول كانت مبلغ بسيطه بتكسب منها حلو، بعد كده بقى نزل اللي هو بقى ايه ليفل الوحش، ماكينات بمبالغ كبيره عشان يلموا فلوس. ليه؟ لان هي دي رحلة الوداع، او زي بيقولوا نغمة الوداع، بيلحقوا انهم يلموا اكبر عدد من الفلوس عشان الفلوس اللي صرفوها، وبيعوضوا الحفلة والجهاز اللي طلعوه، وبعد كده يمشوا. حضرتك مقتنع بالكلام ده على راسي من فوق؟ مش مقتنع برضو على راسي من فوق، لك كل الحرية ومطلق يعني حضرتك ربنا اداك مخ واداك تفكير، والفلوس اللي في المنصه اللي هتروح دي مش فلوسي، يعني مش فلوسي انا هتروح، فانا مش فارقه معايا، انا بس بحذر عشان الناس التي ليست على علم او ما عندهاش الدرايه الكافيه بهذا المجال ما تروحش في الرجلين. طيب عشان نبص، ادي الماكينه اللي نزلت جديد، نص مليون جنيه استثمار الحد الادنى عشان تاخد 30,000 جنيه يومي. حضرتك طبعا عشان تروح تحط نص مليون جنيه، في اللي هيروح يبيع عربيته، في اللي هيروح يبيع بيته، الله اعلم بخراب البيوت اللي هيحصل. 30,000 جنيه في 50 يوم، اضرب 3 في 50، يعني بنتكلم في مليون ونص، هيرجع لك منهم ال 50 راس مالك، هتفضل مليون جنيه، يعني 200% تقريبا من راس المال بتاعك. طبعا حاجه زي كده لوز اللوز، تخلي اي واحد معلش في الكلمه يعني يجري ويجري، والاحلام تفضل تمشي، والعربيه وهبقى بدل الشقه عندي شقتين وبدل العياده اتنين، والاحلام تبتدي تجري، حتى تكتشف ان قبل ما يعدي ال 50 يوم، وفي الغالب مش هيعدي غير اسبوعين من العرض ده، هتلاقي ان الموضوع انتهى. ليه؟ الشركه مش غبيه عشان تكسب ناس لفتره طويله، وفي الاخر هي محتاجه انها تخلع. يعني حضرتك هتدفع النهارده نص مليون، قدامك بالكتير قبض لمده اسبوعين، وعلى حسب نسبة الإقبال هيكون الشركة. هوكبول لما نزلت المكانات الجديدة الناس طلعت تجري، اللي هم القادة الحق محدش يشتري المكانات الجديدة، انت لو اشتريت المكانات الجديدة الشركة كده هتكتفي وهتنصب هتمشي. ما حصل الكلام ده في هوكبول، والقادة قاعد يقولوا والناس بعد اشحنوا اللي هم المديرين الأجانب اشحنوا، ده فرصة، ده مش عارف ايه. القادة بتوع الهوكبول راح طلعوا اغلبهم قال لك لا محدش يشحن، يا جدعان لو شحنتوا المنصة هتختفي، لانها كده هتبقى حققت هدفها في النصب. دي اللي انتوا شايفينه ده هو هدف المنصه في النصب دلوقتي، اللي هيشحن بفلوس في خلال اسبوعين المنصه هتختفي نهائيا. لو الناس ما شحنتش ممكن يطولوا شويه على اساس يحاولوا يعملوا ايه عرض جديد، اي حاجه، اي سبوبه عشان الفلوس يطلع يعني وايديهم مليانه. تاني ادي اول عرض اهو، نص مليون تاخد 30,000 جنيه يوميا. ادي العرض الثاني،
50,000 هتاخد 2,700، وفي ماكينة 10,000 جنيه هتاخد 520 في اليوم. ده نص مليون برضو. ونشوف لو في حاجة جديدة. 2,000 جنيه هتاخد 96 جنيه، 5,000 جنيه هتاخد 250، 100,000 هتاخد 5,600، و300,000 هتاخد 17,400 يوميا. طبعا انا بحذر تاني الناس، اخواننا الحفله اللي اتعملت اللي حضراتكم حضرتوا فيها، وقعد يتكلم عن طاقه الرياح وطاقه البحار وده اللي جاي، والشيت اكسل اللي فتحه على الفيديو وقعد يشرح لكم، ده بلح. تاني حضراتكم ما شفتوش ماكينات، حضراتكم ما شفتوش حاجه، انتوا كل اللي شايفينه مكتب في القاهره، ولا في ماكينات او مشروع على ارض الواقع اتحط قدامكم، ولا في سند قانوني قلنا ان الشركه دي شغاله باليو اس دي تي، وده كله غلط. وقلنا برضو ان الشركه هتنصب، يعني احنا حذرنا من 4 جوانب. فعشان وقتكم ووقتي، والله ما بلغت اللهم فاشهد كده، الشركه عايزه تلم فلوس في اسرع وقت، هي الخطه بتاعتها كده انها هتلم، وانت هتقعد تقبض قدامك اسبوع تقبض فيه او اسبوعين. فطبعا الاسبوع او الاسبوعين اللي حضرتك تقبض فيهم مش هرجعوا لك حتى نص راس مالك اللي انت حطيته، فانت داخل في دمار شامل، يعني انت الايداع اللي هتعمله ده هيخرب بيتك. اللي هيروح يستلف او هيروح يجيب فلوس مش اساس، يعني حاجه في حياته يبيعها عربيه او بتاع عشان يحطها، هتندم، الشركه مش هتكمل، اللهم بلغت اللهم فاشهد. هتروح تحط فلوسك، لموا المبلغين اللي هم حاطينه هدف في الاسبوع، في 5 ايام، في 10 ايام، هتلاقي الشركه قالت لك شكرا يا حبيب قلبي زي هقبول، وقفلت. مش مصدق احمد علي، واحمد علي ده ما بيعرفش يشرح وبيقول اي كلام، اطلع اكتب نصب هقبول واقرا، وهتلاقي القصه والناس اللي شرحت والناس اللي قالت وطلعوا في برامج. نفس الفيلم اللي بيحصل في الفا كلين هو اللي حصل في هقبول، فيلم المره الخامسه. طبعا بقول المره الخامسه ليه؟ لان كان في هقبول، كان في الرمال البيضاء، كان في بريستون، عباد الشمس، كان في يوتيوب، كان في بتاع حوالي 16 شركه نصبوا في مصر بنفس الطريقه. فالناس اللي ما بتتعصي، هات لي شركه من الشركات اللي كانت موجوده وبتدي فلوس للمصريين وكملت، مش هتلاقي. كله بينزل ياخد الثقه، يلم القرشين ويقول لك شكرا شعب مصر الحبيب، احلى بوسه والسلام عليكم ورحمه الله، ويفلقوا خلعان. فاللهم بلغت، اللي عايز يقتنع يقتنع، اللي عايز يتاكد من الكلام يكتب منصه هوبول، نصب منصه هوبول على جوجل وعلى اليوتيوب ويشوف المكتوب، هتتاكدوا من كلامي. مش متاكد وعايز تجازف، انت حر، دي فلوسك. انا في الاخر تاني برجع اقول لك انا مش خسران حاجه، حضرتك اللي هتخسر. اللهم بلغت اللهم فشل. واللي يعرف حد في برضه في الفا كلين يبلغه النصيحه دي، قول له لو عايز تحط فلوس يعني ومزمزق معاه او راسه الف سيف لازم يحط، قول له حط في اقل خطه تتخيلها، لانكم والله لو حطيته في الخطه الكبيره. شكرا، اشوفكم ان شاء الله حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.